سيد فؤاد خنيفر، مساء الخير. مساء الخير، أخبارك؟ سيد فؤاد، طبعا يعني حضرتك اتصلت فينا أكثر من مرة، كان عندك صرخة. أول شيء كنتوا خايفين من المشاكل، كنتوا خايفين من أن يصير في اشتباك بين الناس ببعضهم، كنتوا خايفين على سلامتكم الشخصية بالأول، وبعدين كان في موضوع أنه بما معناه أنه شو كان له لزوم هيدا القرار من أساسه، وحطوكم بهيدا الموقف اللي ما بتنحسدوا عليه، وحطوكم أيضا البعض الناس بخانات الاتهام. يعني بلشت الاتهام للصيارفة أنه أنتوا عم تاخدوا الدولار، أنتوا عم تشتروا الهويات تبع الناس مقابل تعطوهم مصاري وتضبوا الدولارات. يعني فتنا بهمروجة طويلة عريضة. الحقيقة وين من هالموضوع؟ أول شيء كابوس مر على شركات السيارة في الأسبوع هذا. الحقيقة من هالموضوع هذا أنه مصرف لبنان حاول يقدم خدمة معينة للجمهور عبر طرح بيع $200 بالسعر رسمي للنقابة ولمصرف لبنان، ولكن للأسف الناس ترجمت هذا العمل بطريقة مغايرة، وهي الطريقة هي بترجعنا لعامل أساسي وهو تدهور سعر الليرة ومن هو مسؤول عن سعر الليرة اللي هو المواطن اللبناني. أنا عجبني بالتقرير شخص عم يقول عم يضروا حالهم، مش عم ينفعوا أنفسهم والأسعار عم تغلى. هون دخول المواطن اللبناني على مضاربة الصرافين، بتسميه أنت سوق سوداء أو تجار شنطة، هو ساهم بتدهور سعر الليرة. طيب وأنتوا كصرافين، لحظة، وأنتوا كصرافين ما ساهمتوا كمان؟ يعني طلع أخبار أنه أنتوا كصرافين كنتوا عم تقبضوا، يعني عم تشتروا هوية الناس ب50,000 أو 100,000، بتعطيه للزلمة 100,000 بتقول له أعطيني هويتك لتسجلها على السيستم عندك للمصرف المركزي، وأنتوا كنتوا، مش أنت يعني كشخص عم بحكي اللي انحكى، وأنتوا كنتوا عم تاخذوا $200 لإلكم بدل ما ياخذها المواطن، مثل ما كان في ناس عم بتجيب ناس من برا كمان. يعني شو حقيقة هالموضوع؟ أنا ما بكفي هذا الواقع، كما لا أنفيه من تبني الصرافين الشرعيين للصرافين الغير شرعيين. ما بفي هذا الأمر. قد يكون هناك تصرف حصل في بعض محلات الصرافة يسيء إلى سعر إلى مهنة الصرافة وإلى تعميم مصرف لبنان وإلى التقيد بتعميم النقابة اللي هي عم تحاول جاهدة بالتضامن. شو مطلبكم اليوم فؤاد؟ أنتوا شو عم تطلبوا اليوم؟ احنا هلا يعني نطالب، انا طلبت من 3 أو 4 أيام بقصه وقف طرح السعر المنخفض لبيع $200 للمواطنين، لانه الشريحه الكبيره من الناس المحتاجه ما وصلها هذا الدولار، والدولار راح لناس استغلته بطريقه غير مشروعه. اذا ضخ الدولار بالطريقه هذه مش عم يوصل لنتيجه معينه ولا عم يساعد في استقرار سعر الليرة، لا بل بالعكس هو عم يساهم في تدهور سعر الليرة. نعم. طيب أنا بدي أسألك سؤال كمان بسرعة، قبل ما أنهي أنا وياك. اليوم عم بينحكى إنه إذا واحد عنده عاملة بالبيت بده يجيب لها دولار، بأي طريقة بيقدر يجيب لها دولار؟ واضح تعميم مصرف لبنان عادي، اللي عنده عاملة في البيت بحق له انه يحصل على مبلغ معين. هو مقابل شو؟ كيف بدي احصل عليه هذا المبلغ؟ يعني اول شيء يتقدم بالطلب صاحب الكفيل لهذه الموظفة او العاملة، مرفق فيها سند الإقامة الصادر من الأمن العام واجازه العمل الصادره من يعني بدهم يروحوا يقروا التعميم الصادر عن مصرف لبنان. لا في 3 شغلات. اوكي، وهيدا من عندكم مش من البنك؟ هيدي من الصرافين المرخصين فيها اولى، بيحصل على مبلغ معين بشرط ان هيدي انه يلتزم بالمستندات المطلوبه. نعم. طيب انا بدي، في شيء بعد بتحب تقوله قبل ما نختم معك؟ أكيد في، بس
هلا منيح انا في شغله بقولها خارج الموضوع هذا، انه انا عم شوفك اليوم عبر اللابتوب او عبر سكايب. انا بتمنى انه يعاد بث قناه الجديد في المناطق من الاحبه، في اعاده بث قناه الجديد في المناطق اللي الجديد مش عم توصلها. من وين انت عم تحكينا هلا؟ من اي منطقه؟ انا من منطقه الكفاءات. من منطقه الكفاءات، شكرا لك. هلا في شغله، تفضل. أنا كمان بتوجه بالشكر لسعادة القاضي علي إبراهيم على متابعته الدائمة لموضوع الصرافين ومواكبة القوى الأمنية هالأسبوع هذا للصرافين، لأنه لولا وجود القوى الأمنية لوجدنا مشاكل كبيرة في مناطق توزيع أو صرف أو بيع الدولار. كما أنه في شغلة كثير مهمة بالنسبة، إحنا عم نفتش أنه كيف بدنا نأمن حياة أفضل للمواطن هذا. انا بتمنى وزاره الاقتصاد كونه هلا انه مصرف لبنان سمح للتجار انه يحصلوا تجار المواد الغذائيه وتجار المعدات الطبيه على دولار مدعوم مصرف لبنان، ان تراقب هذه الشركات اللي عم تحصل على الدولار مخفض من مصرف لبنان، لانه ما زالت عم تسعر الدولار عندها بالخمسه والخمسه وسبعمية. فهذه كمان جيده انه وزاره الاقتصاد تتابعها وتتابع كمان كل اليوم شركة. اليوم وصل السعر لل 6000 صح؟ احنا صرنا اسبوع كابوس مش عم نتابع شو عم يصير برا. نعم عم نتابع احنا قصه 3900. طيب. زي انه في شغله كثير مهمه بس فؤاد، انا بدي بس لانه ما بقى عندي كثير وقت، بعد في عندي معي ضيوف داخل الاستوديو. انا بدي اتشكرك على، وراح يكون في عندنا كمان اطلالات ثانيه لما يكون في عندنا مستجدات بهذا الموضوع المادي المالي. شكرا لك السيد فؤاد خنافر. وبما